حاله ممتازه اللي انت شايفه النهارده ما بين مجموعه الشركات كلها وشبكه تلفزيون النهار. الشغل حلو ومحترم وفي روح رياضيه كويسه. واديك شايف فرقه اكت النهارده كسبانه وراحت هنت الامن اللي لعب مباراه ممتازه، وطول الوقت كان في شغل محترم جدا. فرق اللي فيها المديرين الكبار خسرت وطلعت وانبسطت وجريت وبتاع، ده المطلوب، ده المطلوب انه يكون في حاله، وان شاء الله الحاله دي هتستمر بعد رمضان في شكل دوري من دور واحد باذن الله. محمد جابر هينظمه والدنيا تكون كويسه. كل سنه وانتم طيبين وانتم دايما معانا، انتم اصحاب الحاله وانتم اصحاب النهار وانتم اللي مخلينا على ما هي عليه. كل سنه وانتم طيبين. عايز اقول لك بس الناس دي ما تستحقش البطوله. ما بعرفوش يلعبوا، ادائهم اسوء من الاداء العادي. الرجاله بتوع الامن كانوا بيلعبوا احسن منهم بكتير قوي، والناس دي فشله واستعانوا بلعيب من الخارج اهو. الراجل ده مش موظف، صوره عشان نبقى عارفين. لا انت عامل ازعاج للمباراه. بيلعب في اتلتيكو مدريد، بيدرب في مدرسه اتلتيكو مدريد، واهو الراجل ده زميلكم. قول والله حبيبي، والله ماتشين مع بعض كان النهائي. النهارده انت بترقص. اعتقد ان احنا ماتشين مع بعض كان النهائي. والله احنا بنهزر يعني. اعتقد ان في الاخر الحمد لله الروح كانت كويسه. كلنا كأعضاء وأفراد في منظومة شبكة قنوات النهار والشركات التابعة ليها، أعتقد إن دي إضافة لينا. كلنا قربنا من بعض أكتر، كلنا احتكينا ببعض، تعاملنا مع بعض. في إدارات من ضمن الإدارات ما كناش بنشوف بعض أو ما بنقعدش مع بعض، يعني زي الأمن والمونتاج والإخراج والإنتاج. في ناس كتير ما كناش بيشوفوا بعض، والتسويق والمبيعات. اعتقد ان البطوله ديت قربت كل الناس من بعض، وان هي وصلت الرساله اللي احنا عايزين نوصلها للموظفين. احلى حاجه بص اللي احنا اتلمينا في قناه النهار، قنوات النهار كلها يعني شبكه قناه النهار، رؤساء القنوات ورؤساء شركه ميديا لاين طبعا، استاذ علاء الكحكي واستاذ عمرو الكحكي. بص بيلعب معانا الامن والبوفيه والكير والمخرجين والمذيعين وقناه النهار اليوم والعامه والقناه الرياضيه، فجامع جميل جدا. وانا سعيد طبعا بجائزه افضل لاعب، عملت بطوله جامده تعجبك يعني. يعني تدي الفوز لمين؟ جبت حوالي 12 جون. حلو. لا بهدي الفوز لكل زملائي وكل زملائي في قناه النهار الرياضه وفريق النهار الرياضي. وجائزه احسن لاعب تديها لمين؟ اديها لمين؟ نفسي. كل سنه وانتم طيبين ودايما مصر كده بخير، وبشكر زملائي في قناه النهار الرياضه وكل شبكه قناه النهار، ودايما كده يا رب كل سنه نتجمع على خير، ودايما تبقى قناه النهار دايما في تالق، ودايما تبقى رقم واحد في مصر ان شاء الله. ان شاء الله. بس اكيد مش بقى كمان انت عامل شغل جامد جدا، وكل زملائي المراسلين والمخرجين والتحرير وكل الناس بشكرهم شكرا جزيلا. الحاله اللي فيها شبكه تلفزيون النهار، التعامل من اكبر راس اللي هو الاستاذ علاء الكحكي والاستاذ عمرو الكحكي والاستاذ ايهاب جلال، الناس اللي بتقود شبكه تلفزيون النهار، عملت حاله مع العاملين فيها. النهارده بتلاقي علاء الكحكي بينزل بفرقه وبيخرج من عادي جدا، نفس الامر بالنسبه لعمرو الكحكي، نفس الامر ايهاب جلال كان الفرقه اللي معانا خلص علينا. بس زي ما بقول لك هي كان المهم جدا الحاله اللي انت شفتها. اشكر كل زمايلي الموجودين معايا في الاداره، اشكر كل الفرق اللي لعبت موجوده معانا، اشكر كل الناس، كل الجمهور، يعني المجهود مجهود الناس كلها، وكل مشكور جدا. مبروك للفرقتين، الماتش كان رائع جدا. مبروك لأكت، مبروك فريق الامن النهار، الف مبروك للجميع وحظ موفق ان شاء الله باذن الله السنه الجايه. عايز اقول لهم النهار بتحبكم، ميديا لاين بتحبكم، عايزينكم تحبوها وتدوها اكتر، وان شاء الله باذن الله مع بعض لغايه ما نبقى قناه رقم واحد في مصر ان شاء الله باذن الله. خطوه ايجابيه كويسه جدا انا شايفها في صالح كل الموظفين، وكان الهدف منها ان هي تقرب الناس منهم وبينهم بعضهم، وهي حققت الهدف بتاعها. وان شاء الله في بعض شويه الاخطاء خفيفه كده وقعنا فيها واحنا بنحضر ليها، بس خلاص هنتعلم في المره الجايه، والمره الجايه تبقى احسن بكتير، ويبقى ليها هدف احسن من كده كتير ان شاء الله. عايز اقول ان فعلا السنه دي اول سنه نعمل فيها حاجه زي كده، كانت حاجه فعلا بتغير من مود الناس في الشغل، وكانت حاجه كويسه، وان شاء الله السنه الجايه تبقى
منظمه عن كده اكتر و... وكل الناس بخير وكل سنه وانتم طيبين، وعايز اقول ان شاء الله اللي جاي احلى على قناه النهار. الحمد لله بنشكر ربنا اولا سبحانه وتعالى على المكسب ده. الناس كلها تعبت، كل اللعيبه رجاله من اول يوم في البطوله لحد النهارده، السلعب رجاله من اول دقيقه لاخر دقيقه، فاحنا بنحمد ربنا اولا، بنشكر الفريق المنافس ادى ماتش طيب جدا، نشكر ربنا على الفوز، وكل سنه ان شاء الله كده ربنا يكرمنا ويكون معانا الكاس ان شاء الله. الحمد لله احنا بدانا بدايه حلوه جدا، كنا احنا الافضل على مجرى الشوطين، وانت اكيد اتفرجت على الماتش وشفت الفرص اللي جات، يعني الحظ كان مش معانا، بس يعني هي النهارده الحظ لعب معاهم ما لعبش معانا، وانا ما كنتش اتخيل في البدايه احنا كنا داخلين البطوله ديت، بس يعني داخلين نسبه للناس ان الناس اللي تحت ديت لو حد اهتم بيها هيطلع منها ناس كويسه وناس تعرف، بس هي الناس محتاجه ان حد يدعم الناس ديت ويعرفها تمشي ازاي. هو ده اللي احنا كنا عايزينه من الدوره، ان احنا نتلم والناس تعرف بعضها. دي شركات كتير، المجموعه كبيره بقيادة مستر علي الكحكي، قناة النهار وشركات زي اكت ميديا وميديا لاين وريزلتس وشركات كتيرة جدا، ده اللي كان مطلوب. ادي النهار كلها عرفت اكت ميديا، واكت ميديا عرفت يعني ايه النهار، فيها كام تيم وفيها كام ادارة، هو ده اللي كان مطلوب، الروح كانت موجودة دي. عايز اوضح بس ان الفريق اللي كان بيلعب وكسب البطولة دي مش اكت ميديا بس، ده اكت ميديا وشركة تانية اسمها ريزلتس ومكتب تبعنا بتاع مراجعة بتاع حسابات استاذ رجب، ده التيم ده من الشركات دي كلها. الرجالة دي تعبت واشتغلت على نفسها وحضرت كويس جدا وركزت في الفرق اللي قصادها وحضرت المنتوشة بتاعتها وركزت جدا 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 عشان نشوف المستوى ده، والحمد لله خدنا البطولة. دي كانت دورة النهار الرمضانية لكرة القدم، طبعا يعني دورة جميلة جدا شاركنا فيها كلنا. نهار الرياضة دخلت بفرقة وخدنا المركز الثالث، خسرنا في الدور قبل النهائي من فريق أكت ميديا اللي خد البطولة، فريق الامن اللي كان مفاجاه البطوله، والامن بقى قناه النهار هنا وحصلوا على المركز الثاني وعملوا المباراه النهائيه بشكل جميل جدا. يعني الدوره دي بصراحه احنا كلنا عاملين في قناه القنوات او شبكه قنوات النهار كلهم، يعني تلاقي المخرجين عاملين فرقه، الانتاج عاملين فرقه، البوفيه والامن عاملين فرقه، الشركات اللي هي الاعلانيه بتاعت اللي تخص طبعا قناه النهار ميديا لاين واكت لاين اكت ميديا، والشركات دي كلها كانت عاملين، يعني كلنا اجتمعنا مع بعض، الملابس الستايلست الميك اب كلنا كان في عم رفعت طبعا في الملابس والميك اب عامل فرقه جامده جدا وفيها مواهب مميزه. احلى حاجه اللي احنا شفنا بعض، ضحكنا لعبنا مارسنا رياضه واتنافسنا بشكل جميل جدا، ماتشات كانت جامده قوي، خلي بالكم ماتشات بدايه من دور الثمانيه كانت لقاءات قويه جدا. كمان بشكر اداره الموارد البشريه طبعا، استاذ محمد جابر رئيس الموارد البشريه، اداره الموارد البشريه استاذ اسامه الصيام نائب الرئيس، واستاذ محمد عصام، دول كانوا مسؤولين عن تنظيم الدوره، بصراحه عملوا شغل كبير جدا 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 ونظموا الدوره واجتهدوا وجابوا الملعب، ويعني كان والحكام الدوره كمان كابتن سيد فراج والحكام اللي حكموا في بطوله الدوره، كابتن سيد فراج حكم الدرجه الاولى اللي حكم الدوره بالكامل، فبشكره شكرا جزيلا. بشكر كل زملائي بدايه من الاستاذ علاء الكحكي عام الاستاذ عمرو الكحكي والاستاذ ايهاب جلال، الناس المسؤوله عن قنوات او شبكه قنوات النهار، لاصغر عامل في قناه النهار كلنا اجتمعنا كلنا، خلي بالكم الفرق المديرين ورؤساء القنوات فرقتهم خرجت بدري بدري، يعني ما كانش في مجاملات في الدوره، فكان وقت جميل جدا قضيناه مع بعض، وكان في اصابات في الدوره كتير جدا كمان من قوه المنافسه والماتشات الحلوه. دي كانت دوره النهار رياضه او شبكه قنوات النهار كلها. النهار اليوم نزلت بفرقه، النهار العامه بفرقه، زي ما قلت لكم المخرجين، الملابس، الامن، البوفيه، كله نزل بفرقه وكلنا شاركنا بعض فرحة رمضان وكرة القدم. طيب دي كانت لقطات من حفل توزيع الجوائز، والحمد لله ربنا كرمني كده وعملت بطولة كويسة وخدت أفضل لاعب في البطولة كده، يعني حاجة كده بقى من بتوع زمان يعني. خلينا نرجع تاني لموضوعنا، وكنا بنتكلم طبعا في أخبار